والسنة في نحر الإبل أن تكون قائمة معقولة يدها اليسرى. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا قد قيد ناقته وهي باركة لينحرها قال ابعثها مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما نحر إبله نحرها على هذه الصفة، وذلك في حجة الوداع، وهو مدلول قول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب.